السلام عليكم. فيديو النهاردة مختلف. ليه بقى مختلف؟ اولا عشان معايا الاخ محمد الطوخي، يعني هو اللي تكرم ونزل معايا وبيصورني دلوقتي ومظبط الدنيا على الاخر الصراحه. تاني حاجه بقى ان احنا بنصور بره مش في البيت. مبدئيا هو المكان اسمه سبين، بيعمل شاورما، بس عنده بقى ايه، شاورما تركي يوناني مصري سوري، بيعملهم سندوتشات وفتات، وفي عنده شويه اختراعات كده. يعني ان شاء الله هنجرب كذا حاجه من الحاجات دي. فنبدا اول حاجه ممكن نبدا بيها يا عم طوخي. طب احنا نبدا بالتركي اللي هي قدامنا. طيب هو مبدئيا هنا معاها ده المفروض هنا سلطه زبادي ومخلل. ده الفته التركي، ده مش رز بقى، يعني انا كنت فاكر الفته التركي هيبقى رز وقطع اللحمه، لا ده هي قطع عيش، يعني قطع عيش زي دي كده، دي محطوطه تحت كده ومفروض عليها اللحمه وفي فوقيها صوص. هو الاكل ده في السعوديه اسمه اسكندر كباب. يعني مبدئيا شرايح اللحمه متقطعه رفيعه خالص، يعني متقطعه رقيقه خالص. ايوه نبدا ونقول بسم الله. يعني الواحد دايما متعود ان الفته لازم برز، موضوع عيش ده جديد فانا مستغربه. فخلينا ايه ناخد الحته دي كده وناخد معاها زبادي والمخلل عشان تبقى التجربه كامله. بس الطعم هنا تحس ان فيه صلصه كتير كده برغم ان طعم اللحمه حلو. فخلينا ندوق ونشوف. هي دي حلوه قوي لمحبين الزبادي، انا عن نفسي ماليش في الزبادي الصراحه. بس فكره الصلصه اللي موجوده هي كتير شويه، يعني كان نفسي ان هي تبقى اقل من كده. بس المهم بقى هنا هي اللحمه. اللحمه بهاراتها مظبوطه حلوه ومتقطعه رقيق ومش محروقه. العيش بقى اللي موجود تحت ده محمص كمان، يعني لو مش متحمص كان هيبقى فارق قوي في الطعم، كان هيبقى مش قد كده. فلطيفه بس مختلفه عن الفته اللي احنا نعرفها تماما. خلينا نخش على الفراخ. دي هنا بقى المفروض فته سوري. دي عباره عن ايه؟ الرز البسمتي بقى اللي احنا عارفينه، قطع الفراخ المتقطعه وعليهم صوص كده من فوق، ده تقريبا توميه، في شويه توميه في الجنب برده، ده غير المخلل. في حمص برده. خلينا ندوق ونشوف. توميه عندهم برنس جامده جدا. قطع الفراخ برده بهاراتها حلوه قوي بس متقطعه اتخن شويه من اللحمه، مش متقطعه رقيقه زيها. الصوص اللي فوق ده هو توميه. الرز هنا بقى مش رز بس، لا ده هو رز محطوط عليه ليمون وشبت، ده غير الحمص. الشبت هنا تحسه كتير شويه، يعني بالنسبه لي لا احب برده ان الشبت يبقى اقل من كده حبه حلوين يعني. فكده خلصنا الطبق ده. طيب ماشي، طب نخش على الفته عشان ايه في جبنه عليها كده. فتت الشاورما هنا بقى هي دي المفروض الفته المصري. دي هنا بيبقى برده رز والحمص والشبت واللحمه ومرشوش عليها صوص، وتقريبا ده صوص جبنه، ودي غريبه. انا متعود دايما ان فته لحمه مصري يعني يتحط معاها طحينه، فجبنه دي غريبه. فخلينا ندوق كده ونشوف. اللحمه هنا انا كنت متخيل ان هي تبقى قريبه من اللحمه التركي، بس لا، اللحمه التركي متقطعه شرايح رفيعه، هنا شرايح رفيعه على تخين. بس الفكره هنا اللحمه مش طريه زي التركي، يعني هنا تحس الموضوع دراي شويه، فزي ما تقولي هنا ايه بيحط لك عليه صوص الجبنه عشان يخلي الموضوع جوسي شويه. طيب عامه هو الميكس مختلف، مش الفته المصري اللي احنا متعودين عليها. خلينا بقى كده ايه نشيل الطبق ده من قدامنا ونخش على السندوتشات. هنا بقى السندوتشات، واحد تركي واحد سوري، وحاطط لك حتى عليه هنا اللوجو وكاتب لك شاورما تركي، كاتب لك لوجو سبين اهو. ماشي، فاحنا نبتدي بالشاورما السوري. الشاورما السوري هنا هي شاورما فراخ. يعني هو العيش ايه متحمص من كل ناحيه كده، هو السندوتش محمل بس رفيع، يعني مش تخين. مربع، تحسه مربع كده. نقسمه بقى من النص كده ونشوف. طيب هي الاضافات من جوه انا شايف فراخ وفي خضره وفي خيار مخلل. خلينا ندوق ونشوف. ده هنا كلام في حته تانية بقى. هي نفس قطع الفراخ اللي موجوده في الفته، بس فكره الخيار اللي معاها دي انا حاسس فيه خيار مش خيار مخلل. السندوتش مقفول من كل حته، هو فيه ايه؟ بصل. لا هو خيار عادي بس مش مضايقني خالص، يعني غريبه. انا فكره ان هو شاورما بالخيار دي اصلا، يعني لو حد قال لي عليها لا شكرا مش عايزها. فلا اضافه غريبه بس حلوه عجباني.
بس الفكره انا حاسس ان هنا الكونسبت احنا مش هنعمل فتات وسندوتشات زي بقيه المطاعم، لا احنا هنغير شويه. فخلينا نشوف بقى الشاورما التركي. ده انا هنا شايف بطاطس، خلينا ندوق نشوف كده. ده عجبني كمان اكتر من السوري. قطع اللحمه اللي هنا جوسي جدا، هي نفسها برضو اللي موجوده في الفته، بس هو هنا السندوتش حاطط لك معاه بطاطس وفي طحينه، فالطحينه هنا عامله شغل عالي قوي. ده برنس السندوتش ده جامد جدا. طيب خلينا نخش على بعده. نخش بقى دلوقتي على بقيه السندوتشات. احنا جربنا سندوتشين التركي والسوري، هنجرب بقى المصري واليوناني. نشوف كده السندوتش المصري. السندوتش المصري طبعا ايه، الشاورما الكايزر المحببه يعني. هنا هو طبعا السندوتش حجمه صغير بس مليان بكميه محترمه يعني اهو. الحشو بقى اللي انا شايفه، انا شايف حشو كتير يعني، غير قطع اللحمه في طماطم وفلفل وبصل متقطع صغير قوي، طماطم بس هي اللي متقطعه كبير شويه. فخلينا كده ندوق ونشوف. كده بقى في منافس جديد للشاورما المصري. كده ده شغل عالي. طيب هو مبدئيا العيش حلو ما بيفرولش، الشاورما بقى نفسها جوسي جدا يعني، الاضافات عامله شغل حلو قوي، والشاورما نفسها يعني عارف بتدوب في بقك مع الطحينه مع الاضافات. لا يعني في منافس جديد خلاص دخل ايه في الشاورما المصري. ده كده مفيش تهريج، بس الاضافات هنا محتاجين ايه يخفوها شويه، وانا حاسس بطعم اللحمه، بس الاضافات لو قلت عن كده السندوتش هيبقى احلى كمان. طيب نخش بقى على السندوتش اليوناني. هنا بقى وكاتب لك على الشاورما دي شاورما يوناني وحاطط لك الاستيكر عليها. انا متهيألي السندوتش الشاورما اليوناني ده يبقى اسمه جايرو تقريبا حاجه كده. هو عيش بقى هنا العيش سميك شويه مش خفيف زي التورتيلا كده او التورتيا. شرايح الشاورما هنا متقطعه رفيع ومعاها طماطم كبيره وبطاطس وبصل وفي خضره على خفيف. ده غير ان العيش بقى سميك. فهنجرب بقى كده ونشوف. هنا الموضوع دراي قوي يعني، محتاجين هنا يزودوا صوص او اي حاجه، او يعني الموضوع ناشف شويه. شرايح اللحمه تحسها متقطعه رفيع كل حاجه بس ناشفه شويه، بس هنا محتاجين ان هم يخلوا الساندوتش جوسي شويه، خصوصا ان العيش هنا تخين ما هوش رقيق زي التورتيا. ممزجنيش خالص الصراحه. انا لحد دلوقتي نمره واحد بالنسبه لي في السندوتشات المصري يعني عالميه، يجي بعدها التركي وبعد كده السوري وبعد كده الجايرو ده في الاخر او اللي هو اليوناني. خلينا نخش على بعده. ده بقى هنا جزء تاني من المنيو، فيه هنا بطاطس بشاورما الفراخ مرشوش عليها كده قطع هالوبينو صغيره وفي صوص من فوق، ده ممكن يبقى صوص توميه. دي جامده قوي دي، بس من كتر ما هو متقطع صغير قوي انا مش حاسس بالسبايسي يعني، التست بتاعه حلو كده. طيب خلينا بقى نخش على الساندوتش ده. ده هنا عباره عن شاورما مقليه مرشوش عليه كله كده صوص جبنه ومع علبتين، علبه فيها صوص وعلبه فيها مخلل. هو ده مش عارف هاكله ازاي، ده لغوصه بقى. طب خلينا بقى نجرب الشاورما المقليه اللي متلغوصه جبنه من كل حته. ده احنا هنا بقى بنتكلم كلام تقيل بقى. جامده قوي قوي. ده فكره اصلا ان الساندوتش يبقى جواه شاورما والساندوتش من بره اصلا مقلي كده، لا فكره جامده. طبعا طوخي واقف ورا الكاميرا بيعيط حبيبي عم طوخي والله. طيب حاضر. طيب هو الساندوتش هنا يعني فكره ان هو فرايد كده جامده قوي يعني، وانت بتاكل كده القرمشه اللي موجوده دي مع الشاورما مع كميه الجبن دي كلها جامده قوي قوي قوي. هو بيبقى فيه منها فراخ او لحمه، انا حبيت اجيبها فراخ. انا نسيت بس اجرب الصوص اللي في العلبه دي. هو احنا قلنا بيجي مع العلبتين، في العلبه اللي فيها المخلل، العلبه الثانيه فيها صوص. صوص تقيل. يا ريتني كنت فضلت ناسيه، اللي خلاني افتكره. يا جماعه
عز بيضحك عليك وهو بيكره الشوكولاتة. بحبها بس على خفيف مش كده. طيب ما علينا ما علينا يعني. نخش على اللي بعده يعني. هنا دي بقى كور الشاورما، بيبقى فيه منها فراخ ولحمه وبينزل معاها بطاطس وفي مرشوش عليها صوص جبنه كده. خلينا نجرب ونشوف. هي كور بطاطس مقليه وجواها شاورما، بس يعني جامده قوي يعني، تعتبر ابيتايزر حلو قوي. هما دول هنا بينزلوا بيبقوا ست كور، يا فراخ يا لحمه، وبيجي معاهم بطاطس محمره، فهي لطيفه بس ما تعتبرش وجبه يعني، ده ابيتايزر كده، حاجه لو انت ايه تسخن بيها كده. طيب خلينا نخش بقى على الكساديه. دي هنا كساديه فراخ مرشوش عليها من فوق كده صوص، ده تقريبا صوص توميه. فخلينا ندوق كده ونشوف. هي رفيعه قوي، اوريها لكم من جوه برضو اهي. هي قطع شاورما وفي قطع فلفل هالوبينو متقطعه صغير قوي، في تقريبا جبنه برضو معاها. فخلينا ندوق كده ونشوف. طيب هي كسادية فراخ هنا يعني العيش التورتيه ممتاز حلو، بس تحس الموضوع يعني ايه، يعني كميه الشاورما اللي فيها محتاجه تزيد عن كده شويه، بس كشاورما فراخ مع الهالوبينو مع التوميه عاملين شغل جامد، بس محتاج بس ان هي ايه تبقى مخدومه بشكل اكبر من كده. خلينا نشوف البطاطس. بطاطس حلوه مرشوش عليها بهارات خفيفه كده، طعمها حلو. طيب نخش بقى الحلو اللي عندهم. هما الحلو هنا عندهم عباره عن ايه، ايس كريم واوريو ولوتس، لحد هنا الدنيا تمام، ومعاهم بطاطا، فتحس ان البطاطا اللي هي دخيل عليهم كده، لو انت جاي تعمل ايه. فخلينا ندوق كده ونشوف. هو الاوريو واللوتس مرشوشين من فوق وموجودين تحت برضو خالص. طعم البطاطا قوي وايس كريم قوي وميكس جديد وغريب بس حلو، جامدة والبطاطا تقيلة، والايس كريم هنا هو ايس كريم فانيليا، طعمها حلو قوي. طيب خلينا بقى نشيل بقى الكلام ده من قدامنا واقول لكم التجربة كلها على بعضها عاملة ازاي. طيب بالنسبة كملخص التجربة، كمكان هو مكان نظيف جدا، يعني المكان هو موجود في بنزينة بس انت حاسس ان انت قاعد في مطعم نظيف، مش حاجة أي كلام. البنزينات أصلا مؤخرا تحسها بقت خروجة يعني، بقى فيها مطاعم شيك قوي. ديكورات المكان برضو لطيفة حلوة، الألوان جميلة. نيجي بقى نتكلم عن الطعم والأسعار. بالنسبة للطعم كخامات أو كواليتي الحاجات اللي هما مستخدمينها هي نظيفة جدا، في حاجات عجبتني وحاجات كنت شايف إن هي محتاجة إيه تتهندل شوية. يعني أنا السندوتشات بشكل عام عجبتني جدا ما عدا اليوناني، اليوناني كنت محتاج إن هو بس محتاج يبقى إيه جوسي عن كده شوية. الفتات فكرة الرز بالشبت بالحمص بالليمون يعني بالنسبة لي حلوة، بس محتاج الشبت يقل عن كده شويه يعني. طوخي مثلا بيحب الشبت، بس لما جرب الرز بالشبت عجبه جدا. اما بالنسبه بقى للاختراعات، سندوتش الشاورما المقليه تحفه بمعنى الكلمه، حلوه قوي. طب نيجي بقى نتكلم عن الاسعار. الاسعار في حاجات تحس ان هي يعني اغلى من المتوسط بحاجه بسيطه، وفي حاجات لا غاليه. اتكلم مثلا عن اسعار الفته، لا اسعار الفته غاليه ما هياش رخيصه. هنتكلم مثلا عن سندوتش شاورما المصري، انت اغلى سندوتش دلوقتي شاورما مصري بيتعمل بحوالي 20 جنيه اللي هو سندوتش كايزر، هنا ب 25، لكن في حاجات تانية اسعارها لا فعلا غاليه. انت بتاخد كواليتي محترمه جدا وبرده كونسيبت جديد في الاكل او طعم جديد ومختلف في الاكل، بس في حاجات انا كنت شايف ان هي ايه يعني محتاج الاسعار بتاعتها تهدى عن كده شويه كمان، حتى لو برده كونسيبت جديد. بس عامه كانت تجربه جديده مختلفه، جربنا حاجه جديده اللي هو شاورمات يعني ايه من جميع انحاء العالم. وبس كده، دي كانت نهايه الفيديو. ما تنسوش بقى تعمل لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.